النجم عمرو دياب انتشرت صور ليه قلبت الانستجرام والفيسبوك. عمرو ظهر وهو في سن 9 سنين تقريبا وكان لابس بدله ونضاره، وفي الاول عشاق عمرو نشروا الصوره وطلبوا من الناس يعرفوا مين ده، وما فيش دقايق الا والكل عرف هو مين لانه ما اتغيرش ابدا عن شكله في طفولته. النجمة التركية مريم أوزر لي الشهيرة بسلطانة هيام نشرت صورة على صفحتها على فيسبوك وقسمت وشها نصين، النص الأول لوش أسد والنص الثاني لوشها، وعلقت على الصورة وقالت النهاردة حاسة إني زي الأسد، والتعليقات كلها كانت بتأكد إن مريم انتصرت في معركتها على حبيبها اللي سابها ورفض يعترف ببنته منها، عشان كده حطت صورة الأسد. مي سليم نشرت صورة على الانستجرام مع حمادة هلال، وده في كواليس مسلسل ولي العهد اللي بدأ تصويره من يومين تقريبا. مي طلبت من جمهورها انهم يدعوا لهم المسلسل يكون كويس ويكمل على خير. المطربة مروة نصر طلبت من جمهورها الدعاء لبنتها كندا اللي تعرضت لحادث حرق بسيط استدعى دخولها المستشفى، ونشرت مروة صورة ايد بنتها على الانستجرام. جمهور مروة طبعا دعوا الكندة واتمنوا لها الشفاء. النجمة العالمية كاتي بيري حضرت حفل خاص بالموضة والأزياء، والغريب أنها كانت لابسة فستان سهرة قصير باللون الوردي وفرو من نفس اللون، وكانت لابسة عليهم شبشب. وكمان ريانا حضرت معاها، محدش فهم سر الشبشب، بس معظم التعليقات قالوا يجوز الشبشب موضة جديدة للسهرة. النجم اللبناني رغب علامة انتشرت له صورة على موقع التواصل الاجتماعي قديمة جدا وعملت له ضجة من كتر التعليقات، لأن شكل راغب كان غريب شوية وهو في بداية شبابه ومحدش كان مصدق التغيير الرهيب اللي حصل له لما كبر. شاكيرا كمان قلبت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ليها قديمة جدا بتبين قد إيه الزمن غيرها وخلاها زي القمر. الجمهور كان ليه تعليقات كتير قوي، بس معظمها بيقول سبحان مغير الأحوال. الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي عمل مقارنة غريبة جدا بين أجمل نجمة لبست البدلة الرجالية وموديل قريب من البدلة، وكانت شيرين ونجوى كرم وأنجينيا جولي وياسمين رئيس وجويل البحلق هم المتسابقات، والحقيقة النتيجة طلعت في مصلحة أنجينيا جولي مش أي نجمة عربية. المطربة الأردنية ديانا كارازون واضح أنها عملت ريجين جامد جدا، لأنها نزلت صورة ليها على الانستجرام وهي باللوك الجديد والوزن الجديد طبعا، وقالت للجمهور ايه رأيكم في الصورة، وكمان قالت انها بالشكل ده عملت حفلة ناجحة جدا في سان فرانسيسكو. الجمهور شجع ديانا على الرجيم، والتعليقات كلها قال الناس فيها استمر يا ديانا. النجمة شريهان نزلت صور كتيرة جدا ليها على الانستجرام وهي في ميدان التحرير وسط الناس. شريهان كتبت على الصور ان الصور دي ايام ثورة يناير وانها تعتبر دي اجمل ذكرى في حياتها وحياة مصر. كليب النجمة إليسا حبك.